السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نسوي مع بعض هذا الطبق اللي يجمع بين المطبخ المكسيكي والمطبخ الياباني. خلونا نشوف مع بعض كيف نسوي هذا الطبق. عشان نحضر مع بعض صلصة التاكو بنحط اللحم المفروم على دفعات علشان ما أخسر أي شيء من طراوته وما يطلع منه أي ماي. أظل أحرك وأضيف اللحم، أضيف الثوم وكل البهارات اللي عندي. أضيف الفلفل وأحرك، والحين أضيف الطماط المقشر لين يستوي. أرفعه من على النار، أجهز صينية الكب كيك بأوراق الوانتون. أحشي القوالب بحشوة التاكو، وأحط عليها الجبن الشيدر. أخبزها في الفرن لين تتحمر الحبات ويذوب الجبن عندي. أشيلها من القالب وأزينها بالكريمة الحامضة، حبات الإدمامي، الجبن الشيدر، وقدمها عليكم بالعافية.